حسن الظن ده أكتر حاجة. يعني أنا بقالي مثلا فوق 40 سنة بأدرس في الدين، أكبر حاجة اتعلمتها وأكبر درس اتعلمته حسن الظن. حسن الظن هو أكبر درس ممكن تتعلمه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الظن بالله. أحسنوا الظن بالله. أحسنوا الظن بالله. أحسنوا الظن بالله. من علامة إحسان الظن بالله إحسان الظن بخلق الله. يعني اللي هو يحسن الظن بخلق الله يبقى دوت بيحسن الظن بمين؟ بالله. وانه ما بيحسنش الظن بخلق الله يبقى ما بيحسنش الظن ايه؟ بالله. وما عصى مؤمن ربه الا عن حسن ظن. يعني ما فيش مؤمن بيعصى ربنا الا عن حسن ايه؟ ظن. لان هو يعني هو مش بيعصى ربنا يعني عشان يحارب ربنا او يعني ينادده، لا، هو بيقول لك ربنا غفور رحيم، ربنا يعني كده، يعني يبقى ده حسن ظن ولا مش حسن ظن؟ مع ان المعصيه حرام يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بايه؟ آه. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ايه؟ ما شاء. الله. الراجل جه اعرابي للنبي عليه الصلاه والسلام قال له: يا رسول الله، من يحاسبنا يوم القيامه؟ قال: الله. النبي قال له ايه؟ الفزنا ورب الكعبه، ان الكريم اذا قدر عفا. دم ربنا هو اللي هيحاسب. وزي يقول لك ارجى ايه في كتاب ايه الله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. دي أرجى آية في الكتاب إيه؟ إن ربنا هو اللي إيه؟ لا يحاسب. يا سلام. وكلمة علينا النون دي جمع، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى الصفات اللي هتظهر منه يوم القيامة كثيرة في الحساب، وعلينا الحساب، يعني مش هنحاسب كل واحد زي التاني، في واحد هنحاسبه بالعدل، وفي واحد هنحاسبه بالايه؟ بالعفو، وفي واحد هنحاسبه بالفضل، وفي واحد هنحاسبه بالحب، كل واحد غير الايه؟ غير التاني، وفي واحد هنحاسبه بالمنتقم الجبار، وفي واحد هنحاسبه بالسلام، وفي واحد هنحاسبه باسمه المؤمن، وفي واحد هنحاسبه باسمه المحسن. يعني اهل الاسلام باسمه السلام، واهل الايمان باسمه الايه؟ واهل الاحسان من محسن، مش كده؟ وفي ناس بغير حساب اصلا، مش كده ولا ايه؟ ولذلك ربنا يقول لك ايه؟ الملك يومئذ الحق للمين؟ للرحمن. يقول لك خلاص يبقى ده من الملك للرحمن. تيجي الايه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الايه؟ يبقى في ناس كده وفي ناس ايه؟ في ناس شايفينها كده وفي ناس شايفينها ايه؟ كده، مش كده؟ بس حتى لمن الملك اليوم دي ربنا هيقولها، يقول لك والناس كلهم ميتين، يعني بعد ما ربنا يفني الخلق كلهم عشان ما حدش يسمعهم، يعني زي بعضه يعني. لمن الملك اليوم هو اللي بيجيب على ايه؟ لله الواحد الايه؟ لما الناس بقى تقوم الملك يومئذ الحق لمين؟ للرحمن. إحسان الظن في كل حاجة حتى في الرزق، يعني لازم تحسن الظن إن ربنا هيرزقك، مش لو راحت الأسباب خلاص مفيش حد هيرزقني. سيدنا أبو يزيد كان قاعد في المسجد يعبد ربنا، فالناس قالوا له يعني من يرزقك ولا نراك تتكسب، يعني مفيش. قال: إن مولاي يرزق الكلب والخنزير، أتراه لا يرزقني؟ يعني إذا كان بيرزق الكلب مش هيرزقني أنا يعني. وذلك ربنا اسمه الحي القيوم،
الحي الايه؟ القيوم. القيوم. كل قيوم حي، وليس كل حي قيوم. وذلك قال الحي القيوم، انه في حي مش قيوم، انما ربنا الحي الايه؟ يعني شديد القيام على امور خلقه. حسن الظن بالله دي اسمها درجة المريدين، يعني درجة اهل الابتداء، انك انت تحسن الظن ايه؟ لان المريدين عندهم الظن، انما درجة العارفين يقين، مفيش حاجة اسمها حسن، لا ده انا متيقن مش ظن، ده انا متيقن ان ربنا هيعمل لي كل خير، ده انا متيقن، مش كده ولا ايه؟ الدرجة اللي بعد كده يبقى في حسن الظن، وفي اليقين بتاع العارفين، وفي الحب بقى بتاع اهل المحبة، مش كده؟ ان انا بقى مش بحسن الظن بالله انه هيعمل لي، او يعني متأكد انه هيعمل لي، لا ده انا بحبه وهو بيحبني، دي الدرجة عالية جدا. سيدنا ابو هريرة بيقول كان وهو على فراش الموت بيقول لربنا ايه؟ اللهم اني احبك واحب لقائك فاحب لقائي، يعني بيقول له يا ريتك تحب لقائي زي ما انا بحب ايه؟ لقائك. فحب لقاء الله ده يعني الانسان بيبقى عايش عشان هذه اللحظة، اللي مش عايش عشان هذه اللحظة ليس له في المعرفة نصيب. يعني انت حياتك دي كلها عايشها لمين؟ عشان اللحظة اللي هتقابل فيها ربنا، اللي هتشوف فيها هذا الاله العظيم اللي يكلمك وتكلمه. انت كنت محجوب، جات اللحظة بقى اللي انت مش هتبقى محجوب فيها. فيا جماعة لحظة لقاء الله ديت، ربنا ده هو امبارح وهو النهاردة وهو بكرة وهو كل حياتنا. فيا جماعة اللحظة ديت انتظروها، واللي ما ينتظرهاش يعني يبقى ضيع كل حياته هباء منصورا. يعني واحد يقول لك انا كذا يا عم، حسنات ايه وسيئات ايه وحياتك دي كلها ايه؟ حياتك دي لو انت ما كنتش عايشها في انتظار لقاء الله تبقى انت ضيعتها. انت مش عايش عشان تبقى دكتور ولا تبقى مهندس ولا تبقى، لا. اذ ان هناك ثمة عالم حقيقي، العالم اللي احنا عايشين فيه ده عالم وهمي فاني، العالم التاني بقى هو ده العالم الايه؟ اللي يدخله العالم ده خالد، وكل من دخله فهو ايه؟ خالد. شوف انت بقى هتخلد في ايه؟ جنب ربنا كده وفي حضن ربنا، ولا هتخلد في؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مهما ابعدك عنه فكن على بابه، يعني مهما ابعدك بالذنوب والمعاصي والمخالفات برضو ترجع له تاني. تلاقي العيل الصغير امه تضربه وتعمل فيه، يروح جاي في حجرها برضو ويعيط في حجرها، مش كده؟ ولما تضربه يروح سايب لها الحته وماشي. لما يكبر بقى معلش، لما يكبر بقى ويتجنن معلش، انما العيل الصغير اللي على الفطره امه تضربه يعمل ايه؟ يحط راسه في حجرها ويقعد يعيط، هو ملوش غيرها، ما يعرفش غيرها. برضه ربنا يبعدك تقرب وتقعد. هكذا المشايخ، يعني حتى كان في شيخ كبير يعني، وهذا الشيخ قال لاحد المريدين خلاص انا مش عاوزك امشي. فراح المريد دوت عمل حفره كده على باب الشيخ وقعد فيها حفره، قال والله من يطلع من هذه الحفره الا ان يخرجني الشيخ وان شاء الله موت. وقعد بقى لحد ما الشيخ خرج وقال له طب تعالى بقى، مش كده ولا ايه؟ فالشيخ قد يطرد المريد لسوء ادبه، وقد يطرد المريد لاختباره. يعني ممكن الشيخ يطرد المريد عشان سيء الايه، وممكن يطرده عشان يختبره. الفرق بينهم ان اللي يطرده الشيخ عشان سوء ادبه لا يرجع، واللي يطرده الشيخ عشان يختبره بيرجع. هما الاثنين دول الفرق ايه بينهم. اناس اعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا
فهل أحسنوا الظن؟ فإن كانوا لنا كنا وإن عادوا لنا عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. ما تفتكرش ان انت الدعاء بتاعك ده يعني هو اللي هيجيب لك الرزق، لان ربنا سبحانه وتعالى متى اغلق بابه حتى يفتح بالدعاء؟ ربنا عمره ما بيغلق الباب عشان انت تدعي، لا، انت بتدعي بس عشان تبين حسن ادبك مع الله، انما باب ربنا مفتوح والخير نازل على طول بدون ما تدعي او حاجه، مش كده ولا ايه؟ انت كنت فين وانت عيل صغير في بطن امك؟ كنت بتدعي؟ كان يصل اليك الخير بدون دعاء، مش كده؟